ازيك عامل ايه؟ تمام ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير كله تمام. الفرقة دي ده عددها ولا لسه في ناس؟ لا لسه في كتير. انتوا كام؟ يعني احنا 45 وطالع كده. 45 واحنا النهارده 30 واحد تقريبا. 28 28 ما شاء الله. بدأتوا بقالكوا قد ايه؟ يعني 3 سنين كده. بدأتوا ازاي؟ 3 سنين في الهيئة العامة لأصول الثقافة وسنتين قبل الهيئة العامة لأصول الثقافة. السنتين بقى اللي قبل دول كانوا ايه؟ كانوا تكوين لسه للموضوع، للفكرة اللي احنا نعمل حاجة جديدة. يعني دعمنا كده بحيث ان احنا لما نخش الهيئة العامة لأصول الثقافة يبقى الموضوع مختلف شوية، يعني نخش بحاجة مختلفة مش كالمعتاد يعني اللي بيتعمل عموما. يعني كنت انت ومين قبل ما تروحوا على الهيئة العامة لأصول الثقافة؟ انا ومراتي. انتوا الاثنين قلت والله بينا نعمل فرقة مزيكا. نعمل فرقة ايقاع شرقية. حلو قوي. انا لاحظت انه الاساس ايقاع. طبعا. اشمعنى؟ علشان يعني ده دور الناس فاهمه غلط، يعني الطبلة عموما الناس فاهمه ان هي لازم تبقى حاجه مش حلوه بالنسبه للمجتمع، فاحنا بنوصل ان الموضوع لطيف وما فيهوش اي حاجه، والموضوع الطبلة ده اهم من اي حاجه، لان الطبلة ذات نفسها يعني هي زمن اي حاجه بتحصل، يعني ليها علاقه مهمه جدا ودور مباشر في المزيكا او في الموسيقى العربيه عموما. طبعا. فاحنا حبينا نبين ده اكتر بقى. انت عندك كم سنه عايز؟ 27. ومتجوز بقالك كم سنه عايز؟ لا سنتين. سنتين. انتوا كنتوا الاول لسه ما اتجوزتوش؟ كنا مخطوبين لسه. كنت لسه مخطوبين وبتفكروا في حاجات زي كده. طب ده شيء رائع. ليه سميتوها الانفوشي؟ هي في الاساس كانت تيمبو باند. كانت تيمبو باند. تيمبو حاجه ليها علاقه بال طبعا. فسميناها الانفوشي عشان طبعا قص ثقافه الانفوشي اللي احنا تابعين ليه، اللي هو تابع للهيئه العامه، استاذ اماني طبعا مديره القصر، وطبعا بدعم كبير من استاذ احمد درويش رئيس الاداره المركزيه لاقليم غرب ووسط. يعني كانفوشي بقى اللي هو بحري بقى حاجه كده. ما هو الانفوشي اكتر حاجه مشهوره في اسكندريه طبعا، يعني هتقول انفوشي بقى اسكندراني على طول. فاحنا يعني الحته دي كانت مهمه بالنسبه لنا. طب ده شيء انا بالنسبه لي انا مبسوط جدا، اولا باختيار الاسم وباختيار انه يبقى الثيم الرئيسي بتاعكم هو ايقاعات، فده في حد ذاته بالنسبه لي شيء جميل ورائع. والحاجه الثانيه ان انا هو اغلب الفرقه بنات عزت ولا ايه؟ ده لسه في بنات ثانيه ما جاتش لسه. لو النبي. انتوا عندكم كام بنت وكام ولد؟ لا عندنا كتير، يعني البنات ده في نص البنات، يعني العدد اكتر من كده بكتير، يعني مثلا ممكن نحط عليهم 15 على حاجه. ده التلت والتلتين بقى. لا الشباب ضعاف شويه معانا. الولاد مظلومين يعني في كل حاجه. مظلومين في الموضوع. بص هو الراجل زعلان. مين اصغر حد في الفرقه؟ ايهم 9 سنين. ايهم؟ قوم وقف يا ايهم. هو اصغر حد فعلا. انا قلت صغنطوط عشان قاعد على الكرسي. 9 سنين برافو عليك، اقعد يا استاذ. لا من اشطر عازفين الايقاع الموجودين على مستوى مصر عموما، يعني هو ايهم، لان مفيش حد في السن ده بيلعب بنفس التكنيك اللي هو بيلعب بيه. يعني انت اتعلمت امتى ايقاع ومين اللي علمك؟ انا العيله فنيه طبعا، فطبعا هم الموضوع كان وراثه شويه. طب ده شيء جميل، شيء رائع جدا. عايز اقول لك ان انا بحب الشكل، يعني الصدف والارابيسك وحاجات زي كده، والواقع في عصفة على ودني بيبقى مذهل جدا قوي قوي يعني. طيب مين اللي هتبدا قاعده معانا؟ لوجين هي هتبقى الليد ايقاع النهارده. الليد ايقاع هنا بس انا هشاور لها بس شويه. طبعا طبعا طبعا.